السلام عليكم، اهلا اعزائي الطلبه والطالبات. في اسئله كتيره بتشغل بال الناس واولياء الامور والطلبه والطالبات بخصوص المشروعات البحثيه. السيد وزير التربيه والتعليم دكتور طارق شوقي جاوب على اسئله كتيره من الاسئله دي على احد الجروبات، وانا جمعت لكم الاسئله دي وهعملها لكم في الفيديو ده، ويلا نشوف رد سياده الوزير عليها ايه. سؤال بيقول: هل يشترط ان يكون البحث بخط يد التلميذ، ولا التلميذ ممكن يسلمه ملف وورد مطبوع ومكتوب كمبيوتر؟ يعني التلميذ اللي هيسلم ورقي، هيسلم ورقي مش الكتروني، مش هيرفع على منصه ادمودو، هل يكتبه بخط ايده ولا يسلمه مكتوب على الكمبيوتر؟ سياده الوزير قال اكتب بالكمبيوتر او اكتب بخط ايدك اللي يكون سهل عليك والمتاح ليك، لكن لو هتكتب برضو على الكمبيوتر فانت اللي تعد البحث، يعني انت اللي تكون مؤلف ماده البحث، ويا ريت انت اللي تكتبها بايدك برضو على الكمبيوتر. ده المهم، ان يكون البحث من اعداد الطالب سواء بايدك او بالكمبيوتر. سؤال تاني: تم كتابة بحث طلاب اللغات باللغة العربية حتى في العلوم والرياضيات، فهل يجوز ذلك؟ هل ينفع ان احنا نكتب البحث باللغة العربية؟ طلبة مدارس اللغات حتى في العلوم والرياضيات ينفع يكتبوه باللغة العربية؟ سيادة الوزير قال مسألة اللغة مش تهمنا قوي، ونقبل كل اللغات، المهم المحتوى والمهم كمان جهد الطالب. من يقوم بتحميل البحث الكترونيا اذا كان البحث لمجموعه وليس لفرد واحد؟ مين اللي يحمل البحث على منصه ادمودو في الاربع خمس عيال اللي هيعملوا البحث مع بعض؟ سياده الوزير قال يقوم طالب واحد ضمن المجموعه هو اللي هيدخل على حسابه على ادمودو ويرفع ويحمل البحث، بعد ما يتأكد انه كتب اكواد زملائه وليست الاسماء، يكتب اكواد زمايله فقط مش الاسماء لما يجي يسلم البحث، ويحول البحث لملف بي دي اف، وكمان الاسم بتاع ملف بي دي اف هيكون الكود بتاع الطالب اللي هو دخل على حسابه على منصة ادمودو، مش كود اي طالب في المجموعة، لا هيكون الكلام ده مش مكتوب على الشاشة دلوقتي انا عارف، بس بحب اقول لكم ان اسم الملف بتاع البي دي اف هيكون كود الطالب اللي هيدخل على حسابه على منصة ادمودو، طبعا وجنبها جي ورقم الصف الدراسي، حرف جي بالانجليش ورقم الصف الدراسي. السؤال اللي بعده: هل يجوز تقديم البحث مرة على المنصة ومرة أخرى يدوي في المدرسة؟ ينفع الواحد يقدم مرتين، مرة كده ومرة كده؟ سيادة الوزير قال التقديم مرة واحدة فقط، إلكتروني أو ورقي وليس الاثنين، طبعا احنا بنفضل الإلكتروني. هناك تداول على الفيسبوك بأن برامج هي اللي بتقوم بتقييم البحث، في كده بعض المنشورات على الفيسبوك بتدعي ان في برامج هتقيم البحث وتثبت صحة البحث وعدم صحته، فما مدى صحة هذا الكلام؟ دي تجارة يا جماعة من الشركات عايزة تتلاعب بيك وتكسب من وراك وتعمل تطبيقات وبرامج يكسبوا منها فلوس وخلاص، ما تصدقوش الكلام ده، والبرامج دي مش هي اللي هتقيم البحث. سؤال تاني: انا كمسؤول لمنصة مدرسة اعمل ايه؟ هل اكتب انا لكل طالب البحث واحوله البي دي اف؟ سيادة الوزير رد على مسؤول التطوير التكنولوجي في المدرسة وبيقول له احنا هنبعت تعليمات لكل الادارات التعليمية هذا الاسبوع قبل ما يبدأ تسليم البحوث. هل هيتم التأكد من البحث قبل تسليمه ورقيا ام يتم التسليم دون فتح المظروف؟ هل اللي هيستلم البحث منك في المدرسة هيتأكد منه قبل ما يفتحه قبل ما يسلم؟ الوزير رد وقال دي مسؤوليتنا احنا وشغلنا احنا، ما تشغلش بالك بالموضوع ده. سؤال: السؤال ده مكرر، بالنسبة لتسليم المشروع ورقي هيبقى بخط اليد ولا كمبيوتر زي ما انتوا عايزين، لكن الافضل اصلا انك تعده الكتروني وتسلمه الكتروني، يعني على المنصة مش تكتبه ولا تسلمه ورقي. التقييم هل هيكون معلمين المدرسة نفسها ولا كما اشيع من قبل تبادل بين معلمين المدارس؟ تقييم البحث هل هيكون معلمين المدرسة نفسها هما اللي هيقيموا بحوث الطلبة، ولا هيكون تبادل بين معلمين المدارس؟ الوزير بيقول ما تشغلوش انفسكم بما هو من شأن الوزارة، ده شغل الوزارة، ولن يصحح معلم الفصل ابحاث طلابه كما قلنا سابقا لن. هل بعد ما يسلم الطالب البحث الورقي للمدرسة يطلب الطالب من المدرسة ايصال مختوم بختم المدرسة انه سلم البحث عشان الطالب يضمن حقه في ان البحث بتاعه مش هيضيع، وكمان المدرسة تضمن ان الطالب ده ما يدعيش بعد كده انه سلم البحث وهو ما عملش ما سلمش؟ رد وقال لنا سيادة الوزير اتركوا لنا هذا الاجراء، ده شغلنا واحنا عارفين هنعمل ايه. طيب، اتمنى تكون الاسئلة دي واجاباتها ريحت بال ناس كتير وعرفت اللي مطلوب منها واللي عليها، وان شاء الله الموضوع سهل والوزير عايز يريح الناس مش عايز يتعبها، وكله هيعدي بسهولة ان شاء الله.
وياريت لو عجبك الفيديو تعمل له لايك وتشترك في القناة. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.